كريم عز الدين وجيبسون تشكيلة كلاسيكية اعتيادية للمدرب جاد الحج عم يبلش فيها مباراته، بينما من ناحية المدرب أبز مبلش ب نشيد الوطني اللي بتعمل كمان رئيس الفخري لنادي الحكمه سعادة النائب جهاد مكرونه الى جانب رئيس كرة السلة امهات عائلة كرة السلة، وفرصة كمان لإلها لولدتي ينعاد عليكي وجاجا كمان بدي جيبسون بيعطي احمد ابراهيم، احمد ابراهيم عم يجرب يلعب على ابراهيم الحداد ما بيسجل بتابع بتابع بنجاح دوبي اللاعب النيجيري عم يلعب على دانك بيلعب على دانك السلة محتسبة جول داندينج بأكد هذا الشيء جوناثان جيبسون بيعطي عز الدين كريم عز الدين بيعمل درايف حلو يا كريم حلو الصباغ بيطلع لبرا وتسديده ثلاثيه اوفنسيف ريباوند اوفنسيف ريباوند مباراة كمان كريم عز الدين مرة ثانية درايف بنفس الطريقة وبيسجل عز الدين احمد كمان احمد عم يخترق مع الباك بورد بسجل احمد ابراهيم نقطة عز الدين كريم يلعب على السلة شو حلو يا كريم يا عز جوناثان جيبسون جوناثان جيبسون سجل فري ثرو لهلا بالليج هو كريستوف خليل 58 رمية حرة واوكيكي بسجل نقطة كمان براشر جريفن بمر للصباغ تسديده ثلاثيه بسجل عبد الصباغ ديفنسيف ريباوند وبيخسرها كمان علاء بيعمل الستيل وهون في خطا لصالح علاء السله محتسبه السله كاونتد لصالح احمد ابراهيم عم ياخذ تسديده من الساحه البعيده بسجل احمد عن الارض احمد كمان عم ياخذ تسديده لا 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 احمد ابراهيم عم يسجل مرخور اليوم ما عم يشارك فريقه بسبب اصابه تسديده جريفن بسجل بسجل براشن جريفن ايرلي لانتوني ايرلي مدري شوت بسدد وبسجل من الاتمت الاولي من الاتمت الاولي رودريك دانج ياخذ تسديده من المسافه المتوسطه انتوني ايرلي ياخذ تسديده ثلاثيه ما بتنجح دانج دانج اي لاف ذيس جيم شوفوا كيف كبس السله اذا من جديد الصباغ ياخذ تسديده بسجل عن الارك على نقطه الخامسه هيدي تالت بيطلع هو بالفاست بريك لانتوني ايرلي مع البورد مع مسجل ودانج عم يستعرض من جديد تبريك جوناثان جيبسون بمر لعمر عمر بيعكس له اياها لعزيز عبد المسيح بيعطي اوبن شوت بوصل له اياها لجيبسون ذكيه منك يا عزيز شافه افضل لاعب عنده اعلى برسنتج بالبطوله عن الارك وتسديد ثلاثيه كمان ناجحه لصالح فريق الصباغ عم يخترق عم يسجل الصباغ الدين بيعمل ستيل كريم من ايده لدوبي اوكيكي عمر جمال الدين وصل على السلة سجل عمر نقطة التالتة كمان ديفنسيف ريباوند لعزيز عزيز عبد المسيح حلوة كتير يا عزيز شو هالسكيلز هيدا دانك دانك عم يلعب على عمر الجمال بيلعب وبسجل بظهره تمريرة لخيو عبد اوبن شوت بسجل عبد بسجل المحاولة بنجاح تاني تري عزيز عبد المسيح محاولة ثلاثية بسجل عزيز بنجاح عن بيتعرض كمان للبلوك شوت بين كريم ودانك عز الدين ما معقولة يا كريم طالع ليكبس السلة جريفن على الريباوند عمر جمال الدين بيعمل ستيل عمر بياخد هو التسديدة الثلاثية وبسجل يلعبوا بالثلاث أجانب فريق هوب تسديدة ثلاثية برد جريفن برد عم يخترق بيتعرض للبلوك شوت من دوبي اوكيكي ومحاولة ونقطتين لجريفن 11 نقطة لجريفن بوبو لجوناثان جيبسون بسجل جوناثان جيبسون نقطة ال 14 هلا برا عند الصباغ هوكس عفوا جريفن بمر لدوبي اوكيكي بسجل دوبي نقطة السادسة بالجيم
السادس ريباوند لدوبي اوكيكي. تسديدة عن الارك كمان ناجحة لجريفن. لهلا بهالكوارتر جريفن عم يوصلها لدوبي اوكيكي، الطابة بتطلع لبرا عمر كمان لعبد، وعبد بسجل عن الارك نقطة لحتي انتري ايرلي. بعد ما شفناه كثير بهالجيم اليوم، والبلوك شوت على لانتوني ايرلي، حطه براسه، اخذ التسديده الثلاثيه بسجل ايرلي، نقطه الخامسه بالجيم. دفاع لانتوني ايرلي، لانتوني ايرلي هو عم يخترق، بروح على السله، قلت لكم انا، قلت لكم بياخذها شخصيه. من بعد عنده اربع ثواني، جريفن ياخذ تسديده بسجل جريفن 16 نقطه. دانج بيعمل له السكرين، عم يلعب معه دانج، عم يخترق بيوصل على السله، لا 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 شو حلوه، شوفوا 12 نقطه لدانج. السكويك بمر العزيز، تسديده عن الارض بسجل عزيز نقطه الثامنه. لانتوني ايرلي فيك، وصل على السله بسجل ايرلي نقطه العاشره. عم يعمل 26 نقطة الليد لصالح فريق الحكمة. حلوة هون سلة جريفن، عزيز يعطي دانج. اي لاف ذيس جيم، عم يستعرض دانج لانتري ايرلي، ما بيسجل يلي بيسجل هو دانج 16. تمريرة وهون بتوصل لفوكس برانن، ياخذ تسديدة من المسافة المتوسطة بتسجل فوكس برانن 8 نقط. كمان بوبو اخترق وصل على السلة، عم يجرب يلعب كان على فاست بريك لانتوني ايرلي بسجل لانتوني ايرلي وهون من دون دانك على ما بسجل على السلة محتسبة، ما له حق يدق لانتوني ايرلي. رح يسدد، رح يسدد بسجل لانتوني ايرلي. خطأ لصالح جوناثان، كاونتد كمان. شوفوا شو ذكي كانت جوناثان جيبسون، أخذ الفاول كان بلش بالست يعمل الريباوند، بكمل له إياها لقدام للسيكويك. وجوناثان جيبسون عم يسجل الرابع لانه بالجيم 20 نقطة لجوناثان، يسترجع البوزيشن لصالح فريقه. هوبس عم يلعبوا بالتشكيلة اللبنانية كاملة حاليا. جوناثان جيبسون بسجل عن الارك، حيوالي ثلاثية كمان ما بتنجح. رودي بطلع الفاست بريك، السيكويك بروح على السلة اند وان للسيكويك، نقطة الثالثة بالجيم وبياخذ الخطأ. عمل دبل دبل كريم عز الدين، بيخترق بايده الشمال، عم بسجل عز الدين نقطة التاسعة بالجيم 97 54. 50 ثانية رفعت حرب، حلو الفيك اللي بيعمله، عم بسجل 50. إذا فوز جديد لفريق الحكمة بالبطولة هو الفوز رقم 13 مقابل أربع خسارات.